الإجابة على كل الأسئلة ستكون من خلال متابعة اللقاء. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. ألتقي بكم في هذه الأمسية المشوقة ونحن على موعد مع مباراة مثيرة. محدثكم فارس عواض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق. سنكون على موعد اليوم مع مباراة تلعب ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، فريق الأهلي في مواجهة الهلال السعودي. أتمنى بأن تكون هذه المباراة على مستوى الحدث وتليق بحضراتكم وتكون بقدر انتظاركم لها. تدخل رائع جدا في البوكس. والآن مع التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في لقاء اليوم، إدوارد ميندي في حراسة المرمى، إيبانيس يلعب رفقة ديميرال في قلب الدفاع، رياض محرز يبدأ مع ماكسيمين في مركزي الأجنحة، وفي الأمام يلعب في راس البريكان. الأهلي يحصل على ركنية. محرز بيرسل الضربة ركنية في منطقة الجزاء، تصويبة رائعة، ينجح في التصدي. الكرة إلى ضربة ركنية أخرى. ركنية تنفذ بعيدا من حدود منطقة الجزاء. كرة رأسية ضعيفة والحارس يوقفها بدون معاناة. يدخل فريق الهلال هذه المباراة وهو مدعم بهجوم قوي جدا، حتى الآن هو الأقوى في بطولة الدوري حتى هذه اللحظة. أكيد في ثقة كبيرة عند الهجوم اليوم في قدرته على تهديد مرمى المنافس وعلى تسجيل الأهداف مهما كانت صعوبة الأجواء والمباراة. الفورمة التهديفية للفريق تجعله خطير جدا في مباراة اليوم. ينطلق بالكرة الخطيرة. مستحيل هذا السيناريو، الفريق اللي يعاني يتقدم في المباراة، هدف أول يخطف الأضواء، يترك السيطرة للفريق الآخر ويسجل الأهداف. هدف يأتي على عكس مجريات المباراة، ما قدموا الكثير من اللمحات في الخط الأمامي، لكن على الرغم من ذلك وصلوا وسجلوا هذا الهدف. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كاليدو كوليبالي، راحت لسعود عبد الحميد، ميشيل، علي البليهي، روبن نيفيز، فرصة خطيرة في هذه اللحظات. الله على البلوك في اللقطة الماضية. الحكم يمنح فرصة لإكمال هجمة الأهلي. إيبانيز بمبدأ الأمان خلص المدافع. تسلل واضح ما كان صعب على حكم الراية. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. فراغات على الطرف متاحة أمام النادي الأهلي. فيرمينيو ممكن يسجل الآن. يا رب، مستحيل الكرة. هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم شاهد الإنهاء المثالي للكرة. لا يهم الضغط، التعامل مع الموقف كان بشكل احترافي جدا. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ياسر الشهراني، علي البليهي، روبن نيفيز،
الشهراني، تدخل واللاعب يفقد الكرة. رياض محرز، تدخل يحبس الأنفاس. ولا فرصة لكرة مرتدة. سالم الدوسري، هجمة كانت تبدو واعدة لكن في النهاية لم تحقق المراد. الكرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. بينفذ الركنية وإبعاد لهذه اللقطة. إذن دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل. محرز كان في موقف تسلل. بهذه الصورة صافرت نهاية الشوط الأول، تنهي الأحداث في هذا الشوط. استراحة قصيرة ثم نعود لاستكمال أحداث هذه المباراة. والآن ينطلق الشوط الثاني من اللقاء بين الفريقين. راحت إلى سانت ماكسيمال، كرة خطيرة لهدف التقدم. جاء التدخل في توقيت مثالي لإنقاذ المرمى. الله على التدخل. سالم الدوسري، ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. ياسر الشهراني، وصلت لسالم الدوسري. يتقدم بالكرة للهجوم. سالم الدوسري، سافيتش، تسديدة رائعة لكنها ذهبت ومرت في جوار القائم. تمريرة يضرب فيها ظهر المدافعين. والتسلل موجود هنا، كان هناك تسرع بعض الشيء في لعب التمريرة، كان يجب التريث بالكرة لوقت أطول قبل إرسالها. سالم الدوسري بيعدي فيها، فرصة الآن. ركلة جزاء للهلال. الحكم يكتفي بإعلان ضربة جزاء دون أن يخرج البطاقة. فرصة لاستعادة التقدم هنا. ويسجل من علامة الجزاء. نلقي نظرة أخرى على هذا الهدف، مهارة رائعة في تنفيذ ركلة الجزاء، الكرة في اتجاه والارتماء في اتجاه آخر. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. أوهو، تدخل كان حاسم في هذه اللقطة. عرضية ترسل للقائم الثاني، تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. سعود عبد الحميد، ميتروفيتش، تدخل ناجح على الكرة. حارس المرمى الصاحي، والتسديدة أساسا كانت من مسافة بعيدة. سالم الدوسري، ممتاز التدخل، ناجح في استعادة الكرة. عرضية ممتازة تصل إلى 18. أوهو، الكرة في المرمى. مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى
شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ومن ثم الانهاء الخيالي اللي كان على الطاير بتسديده مثاليه استقرت في الشباك. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. سيرجي سافيتش، يجب تسريع الهجوم المرتد الآن، يجب العودة السريعة هنا. سافيتش يبحث عن الفرصة، تصدي للقطة هنا، لكن اللعب في الملعب. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء، فرصة مهمة، التركيز مطلوب، إذا استغلت هذه الكرة ستكون كرة المباراة. ونحن نقترب من نهاية هذه المباراة والتعادل مستمر، عمل كبير فيها خطأ وتستحق بطاقة صفراء. انذار على لاعب الهلال، الآن عليه أن يأخذ حذرا في التدخلات القادمة. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. تحت الضغط الآن، حاول الحكم من مبدأ إتاحة الفرصة الاستمرار في اللعب، لكن قرر في النهاية احتساب الخطأ. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب. 2 دقيقة إذن هي كل ما يحتسبه. خطأ في التدخل يستحق عليه البطاقة. الله، كرة في المرمى، هدف في التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. نشوف الآن هدف التقدم القاتل مرة أخرى، نشوف السيناريو المرعب لأي فريق، نشوف السيناريو المثالي للفوز، نشوف الوقت الأفضل لتسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة. والصافرة تنطلق لتعلن عن نهاية أحداث المباراة، والنتيجة هنا خسارة النادي الأهلي. مع الخسارة بفارق هدف يصبح من الصعب جدا تقبل الهزيمة، لا أحد يرضى بالخسارة، وأكيد بهذا السيناريو تكون الأمور أصعب، عليهم التركيز في المباراة القادمة.